خلال اليوم تنزيل لمقتضيات البيان الوطني الاخير الصادر عن الموثقيه للمراكز الاستشفائيه الجامعيه تحت لواء النقابه المستقله للممرضين. جميع المكاتب الجامعيه اليوم تحتج عن التعويضات الهزيله اللي كيتعرض لها الممرض داخل المستشفى الجامعي اللي كيشتغل بنظام الحراسه. بالنسبه لنظام الحراسه هو واحد النظام اللي كيضمن استمراريه المرفق العمومي الصحي 24/7، نظام 12 ساعه تليها 36 ساعه اجباريه، سواء في الليل سواء في النهار سواء في لي ويكاند سواء في لي جور فيغي، الا ان الممرض كيخدم علاوه على التوقيت الاداري في هذا المواقيت او في التوقيتات اللي قلت قبل، الا انه ما كيتعوضش عليهم. جينا اليوم نستنكروا ونحتج على هاد التعويضات، ونريد اعتماد واحد الصيغه قانونيه كتحترم جميع هاد المعايير وكتعوض كتعوض الممرض على هاد على هاد على هاد التوقيت او على هاد النظام ديال الحراسه اللي كيضمن استمراريه المرفق العمومي الصحي. الوقفه الاحتجاجيه اللي دعت لها المنسقيه ديال المركز الاستشفائيه الجامعيه النقابه المستقله المنضويه تحت لواء النقابه المستقله للممرضين تاتي اليوم من اجل مطلبين اساسيين اللي هما اولا تعويضات الحراسه. هذه تعويضات الحراسه اللي كتعرفوا واحد التفاوت كبير في طريقه الحساب ما بين مختلف الاقاليم والجهات، لا يعقل انه كتلقى في نفس الجهه اقليم يتقاضى ما بين 3000 حتى 4000 درهم فهاد التعويضات كل 3 أشهر، وإقليم في نفس الجهة يتقاضى هذا المبلغ لمدة سنة كاملة. وبالتالي هاد الطريقة ديال الحساب ديال تعويضات الحراسة ديال تعويضات الحراسة حسب الأهواء ديال المسؤولين هو غير مقبول وغير مقبول بتاتا. وحنا النقابة المستقلة للممرضين قدمنا واحد الطريقة قانونية لحسابات التعويضات اللي خص الوزارة الصحة أنها تبناهم عاجلا وغير آجل. إضافة إلى أننا حنا في المركز الاستشفائي الجامعي بن سينا المديريه المركزيه الاستشفائيه تتحجج بواحد الماده في هذا المرسوم اللي كتمنعنا من تعويضات الحراسه منذ سنه 2016. تصور دابا انت ان ممرض وتقني الصحه في وزاره الصحه وتابع المركز الاستشفائي الجامعي بن سينا اللي دوز المرحله ديال كوفيد وتصدى الوباء منذ سنه 2016 لا يتقاضى درهم واحد عن التعويضات منذ سنه 2016، ووزاره الصحه والمديريه المركزيه الاستشفائيه الجامعيه بن سينا لا تكلف نفسها عناء البحث عن حل من اجل حل ومنصف لهذا المشكل هذا، اضافه الى واحد المشكل اساسي اللي هي معضله التقاعد. حنا مقبلين في المنظومه الصحيه الجديده على المجموعات الصحيه الترابيه اللي غادي يخضعوا فيها الناس اللي خدامين في السي اتش يو ولا الناس اللي خدامين في وزاره الصحه اللي تابعين للميزانيه العامه في المراكز الصحيه وفي المستشفيات الاقليميه والجهويه لنفس النظام، وغادي يكون عندنا نظام تقاعد مختلف العركار والسيمر، وبالتالي فهذا تمييز صارخ بين فئات تخضع لنفس النظام. وبالتالي فان الالحاق ديال مستخدمي المراكز الاستشفائيه الجامعيه اللي تابعين الاركار في الصندوق المغربي للتقاعد السيمر هو ضروره ملحه وملحه جدا.